أخبار الأسبوع، أهلا بكم مشاهدينا عبر موقع الإنترنت بورتال كرميل مع برنامج أخبار الأسبوع الأخير في الكرميل. ونبدأ بعيد غرس الأشجار. احتفلت كنيسة إسرائيل بعيد غرس الأشجار في قرية أسفيا بحضور رئيس الكنيسة روبي ريفلين ونائب الوزير أيوب القرا وعدد من نواب رئيس الكنيسة والشيخ موفق طريف ورؤساء البلديات حوفا كرميل وطيرة الكرميل ورئيس محمية الطبيعة ورئيس مجلس أسفيا وجي كيوف، الذي تطرق إلى أهمية هذا اليوم وأيضا عن مشاكل أرض الجلمة والمنصورة وأيضا عن الميزانيات. أما في قضية الأرض فأقيم في بيت البلد في دالة الكرمل اجتماع حشد، والذي جاء أثر فشل لجنة الدفاع عن الأرض في تخليص قرار من محكمة العدل العليا. حضر الاجتماع حشد كبير من المشايخ الأفاضل من شتى القرى الدرزية بالاشتراك مع رؤساء المجالس المحلية كرمل نصر الدين ووجي كيوف وأيضا عضو الكنيسة سعيد نفع والشيخ عوني خنيفس من شفا عمر. وقال لنا كرمل نصر الدين أنه من البداية لم أريد أن تصل هذه القضية للمحكمة العليا، وقال لنا أن من أراد ذلك نادم الآن. أما وجي كيوف فقد قال لنا أن هذه القضية هي قضية هوية وليست فقط قضية أصحاب الأراضي، ومن اليوم يجب توسيع حلقة متخذي القرار. وكما أنه طالب الشيخ عماد عطشي رؤساء المجالس بالإضراب الشامل في المدارس احتجاجا عن تعامل الحكومة في قضية الأرض مع الدروز. وعندما سألت رئيس لجنة الدفاع عن الأرض السيد فهمي حلبي لماذا لم يستخدموا حتى الآن مكتب دعاية قطري ليشرح قضية الأرض للشعب اليهودي، فقد قال لنا انسى فيك بعلامة مودرن بمدينة ديمقراطية، انسى فيك شان ينشل برسوم يا حسيت سبور ودفار مركزي. اترى اليوم احنا كلنا رؤيين مع قوة حشلة تكشورت هار سيت بجمها ميكوميت يمشي لخين هبعيش لانو هايماتي بعيش الكسف اليهوديين لمنع المنصور ان كسف لعلو التدعى الثبوري ابعيا ايكاريتي ابعيات الميمون اللي خشيف نسيزي على هربي بعمين بعموت الثبوري دانو بنسيزي. اما عن اللقاء المرتقب مع ايال قباي فقد التقت لجنة الدفاع عن الارض بعد ظهر الاربعاء مدير مكتب رئيس الحكومة ايال قباي وبالاضافة الى مدير شركة خدسي اسرائيل ومندوب من هلمي كركعي اسرائيل. ويذكر ان اللجنة قدمت عارضة فيها النقاط المختلف عليها كي يتم التفاوض فيها، واهم البنود فيها كان زيادة عدد الدونمات من 100 إلى 200 دونم بالإضافة إلى بنك الدونمات الموجود حاليا. وقد طلبت أيضا اللجنة من إيال قباي إيقاف أسلوب الضغط على المزارعين من خلال إطلاق الشعارات عليهم مثل اللي سبق شلم الحبق كي لا يحدث المبارزة بين المزارعين. وبعدما تم رفض مطالب اللجنة من قبل إيال قباي خرج أفراد اللجنة غاضبين من الجلسة متوجهين إلى الكرمل دون تحقيق أي تقدم في قضية الأرض حتى الآن. موضوع آخر، تفكك حزب العمل في الكنيسة. وبعد تفكك هذا الحزب في صباح يوم الاثنين واستقالة إيهود براك من رئاسة الحزب، التقينا برئيس المجلس المحلي في دالة الكرمل سابقا الشيخ أبو عزام نواف حلبي، والذي كان عضو فعال في هذا الحزب ويعتقد أنه من أول مساندي حزب العمل ومن أول مؤيديه في الكرمل. وأعرب الشيخ نواف عن حزنه الشديد حيال ما حدث في الحزب وقال لنا أسف الخبر اللي سمعته على ما أنه هناك صار في انقسام في الحزب حزب العمل الإسرائيلي، وبراك خلص معه مجموعة أثر علي كثير يعني وزد من قلبي، لأنه أنا في هذا الحزب من قيوم الدولة من إقامة الدولة لليوم ما غيرتش، مع علم إنه عرض علي يكون في مرحلة في مرحلة البروفيسور أرنس وزير الدفاع أن يكون وزير أن يكون عضو كنيسة من قبل الهيرود رفضت. في مجال التربية والتعليم كشفت مصادر بورتال كرميل علامات الامتحانات البقروت لسنة 2009-2010، ومعدل العلامات هو 34% بالنسبة للمدرسة الواحدة. أما بالنسبة للطلاب الذين تقدموا للامتحانات خلال فترتين، فترة الصيف وفترة الشتاء، فعددهم 333 طالب من أصل 10 صفوف. وتعتبر سنة 2009-2010 سنة فاشلة من ناحية علامات البقروت، إذ أن في السنة
الماضية 2008-2009 كان معدل العلامات 37% للمدرسة ومعدل جميع المدارس 54%. أيضا في موضوع التربية والتعليم، وكما نشرنا، في الأستاذ صالح زاهر مدير المدرسة الابتدائية باء في عسفيا فاز في مناقصة لوظيفة مراقب للطلاب المتفوقين المبدعين. وما زلنا في موضوع التربية والتعليم، إذ أن لجنة الأباء قررت بعث استمارات لأولياء أمور الطلاب، والهدف إعادة مسار التعليم إلى 6 أيام في الأسبوع. وجاء القرار من قبل لجنة الأباء لمنح أولياء الأمور بأخذ القرار وبالإجماع وللاستماع لغالبية الآراء المطروحة. وعن هذا القرار تحدثنا إلى رئيسة لجنة الأباء السيدة ميرادة حسون، والتي قالت لنا: نحن هولخيم لعصوت ساكر، נפיץ את זה בכל בתי הספר, לכל התלמידים, להורים, ואחר כך נקבע הבאם. החלטנו פה אחד, כל הוועד היישובי, שאנחנו נחליט ונשפיע הבאם במועצה מקומית. אנחנו לא ניתן שהם יקבלו החלטות לבד, אנחנו הוועד היישובי נחליט. في صباح يوم السبت الماضي وفي منتزه شفيق بدرية، جاء متحدث السفارة الأمريكية في إسرائيل السيد كورت هوير، وبمساندة أصدقائه أمير جرينبرغ وشفيق بدرية ودكتور أمين زيدان، بهدف جمع التبرعات من أجل الكرمل. ومن خلال اللقاء أعلم هوير عن الصعوبات التي واجهها أفراد الإطفاء بمواجهة النيران، ووعد بجلب التبرعات لإقامة محطة إطفاء بين دالة الكرمل وعسفيا. تحدثنا إلى السيد شفيق بدرية. אני בדוקטור אמין. אני הכרתי בחור בשם אמיר, אמיר גרינברג, בחור, חבר ותיק מאזור תל אביב. הוא הכיר לי את הבחור מהשגרירות. הבחור הזה, נפגשנו איתו כמה פעמים כאן אצלנו. אחרי השריפה נפגשנו באירוע אצלנו כאן, באולם. ואז הוא הביע נכונות בשביל לפנות לכמה ארגונים בארצות הברית שיכול להתרים אותם להקים תחנת כיבוי אש כאן בדליה. قامت لجنة تمثل عائلة أحمد العلي من دالة الكرمل بلقاء ليلي مع الدكتور رمزي حلبي لجس النبض، مطالبين أن يدعمهم كما قاموا بدعمه في الانتخابات الأخيرة. ويذكر أن عائلة أحمد العلي قد أعلنت قبل حوالي شهر عن إقامة حركة اجتماعية سياسية ستعمل على تحسين الأحوال الاجتماعية والتبرعات للمحتاجين في دالة الكرمل، وأيضا لإعطاء المنح الدراسية وغيرها من الأعمال الإنسانية والاجتماعية. ومن بين قائدي الحركة نذكر السيد معين حلبي، الدكتور مجدي حلبي، والسيد باسم حلبي. حتى الآن لم يقرر رمزي حلبي حيال هذا العرض، ولم يعطي إجابته بشأنه. أخبار الرياضة لهذا الأسبوع: فاز فريق مكابي دالة الكرمل فوزا ثمينا على مجدلة عمك بالنتيجة 1-0 من هدف للاعب عبد دراوشي. وفي خلفية هذه المباراة قدم حكم المباراة تقريرا لاتحاد كرة القدم، وشدد فيه على عدم صلاحية أرض الملعب لإجراء المباريات، وأثر ذلك فرضت على فريق مكابي دالة الكرمل غرامة مالية بقيمة 1000 شيكل. ويذكر أنه إذا لم تتحسن وضعية الملعب فممكن أن يطلب اتحاد كرة القدم إغلاق الملعب ومنع القيام بالمباريات عليه. أما في فريق هابوئل عسفيا فتبدو علامات التقدم ملحوظة، إذ أن خلال أسبوعين فقط فاز الفريق بالنتيجة 4-1 أمام جسر الزرقاء، وهذا الأسبوع 4-0 أمام أرعى كيبا. أما في الدرجة الأولى فقد خسر هابوئل معين دالة الكرمل في مباراة خارجية أمام تسورك شالوم بالنتيجة قاسية 4-1. يجب أن نذكر أن فريق مكابي دالة الكرمل قد حرر من صفوفه اللاعب المخضرم أحمد العارف، وبعدما كان يعاني من إصابة طويلة في ساقه. وبشرى سارة للاعب هابوئل تل أفيف ابن الكرمل مهران لالا، الذي شفي من إصابته الطويلة، وقريبا وإن شاء الله سوف نراه في فريق هابوئل تل أفيف. وصلنا إلى نهاية البرنامج لهذا الأسبوع. يمكنكم مشاهدينا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على حسن المشاهدة، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. لكم مني أجمل التحية وإلى اللقاء.